قصة الرجل العجوز في القرية، يحكى أن رجلاً عجوزاً كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أن كل سكان القرية سئموا منه، لأنه كان محبطاً على الدوام، ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم.. دون أن تراه في مزاج سيء، وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءًا وسلبية، وقد كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن وفي احد الايام وحينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عاما حدث شيء غريب وبدات اشاعه عجيبه في الانتشار الرجل العجوز سعيد اليوم انه لا يتذمر من شيء والابتسامه ترتسم على محياه بل ان ملامح وجهه قد اشرقت وتغيرت تجمع القرويون عند منزل العجوز وبادره احدهم بالسؤال ما الذي حدث لك وهنا اجاب العجوز لا شيء مهم لقد قضيت من عمري ثمانون عاما اطارد السعاده بلا طائل ثم قررت بعدها ان اعيش من دونها وان استمتع بحياتي وحسب لهذا السبب انا سعيد الان العبره المستفاده من هذه القصه القصيره لا تطارد السعاده بدلا من ذلك استمتع بحياتك